اسم تردد كتير جدا، وكان الشغل الشاغل لمعظم جماهير النادي الاهلي، وتعرفنا فيها وقربنا اكتر من الكره في بوليفيا، نادي بوليفار البوليفي اللي كان يمكن طرف تاني مع النادي الاهلي في واحده من اهم ان لم تكن اهم صفقه حصلت في موسم الانتقالات الصيفيه في الموسم الحالي، والكلام طبعا عن البرازيلي برونو سافيو. خورخي ديل سولار هيكون هو الرئيس التنفيذي طبعا لنادي بوليفار البوليفي، هيكون ضيفنا دلوقتي في السادسه من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. يعني بدايه عارف طبعا رغم ارتباطاتك ودي الوقت، لكن انا بشكرك جدا جدا على موافقتك على الظهور معنا والمشاركه معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اشكركم على الاستضافه واحييكم، وشرف لي التواجد معكم. يعني بدايه كده خلينا نتكلم ونعرض اكتر للاهلاويه، اهتمام كان كبير جدا وترحيب من جانب واحد من اكبر جماهير الكره في العالم بوصول برونو سافيو من بوليفيا للانضمام للنادي الاهلي. يهمني اعرف منك ازاي تمت الصفقه، ايه هي الكواليس اللي دارت وصولا طبعا للاتفاق بين الناديين على انتقال برونو سافيو من لاباز للقاهره. الأمور لم تكن سهلة، كنا في خضم البطولة وسافيو لاعب مهم لنا، كان لاعب مهم بالنسبة لنا في الفريق، وكانت سوق الانتقالات كان على وشك الانتهاء في بوليفيا عندما جاءنا العرض، ولكننا كنا نرى أن هذه الخطوة هي خطوة مهمة في مسيرته، اللاعب لفريق كبير مثل الأهلي في مصر. ساعدنا اللاعب وقبلنا العرض، لم يكن بإمكاننا أن نرفض العرض، وكان هذا بالنسبة لنا ضرر بالنسبة للفريق، ولكننا في نفس الوقت لم يكن باتساعنا أن نقف في طريق اللاعب، ونحن نستعد للبطولة الثانية في العام وننافس على اللقب. يعني عارف طبعا ان بوليفار هو بطل الدوري، وبالتالي اعتقد انه ممكن في وقت ما تكون شعورت كرئيس تنفيذي انه يمكن يكون في ضغوط جماهيريه، او يعني خلينا نقول بين قوسين غضب جماهيري من رحيل بسبب رحيل لاعب بحجم برونو سافيو. هل تم حاجه زي كده؟ وهل قمتم ب يعني كمجلس اداره او كرئيس تنفيذي للنادي في التوقيت ده بعد رحيل برونو سافيو بتبديله او تعويضه بصفقه اخرى؟ طيب يبدو طيب هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه، لان الحقيقه يمكن لو حضراتكم تتذكروا اثناء فتره الميركاتو عموما يعني بيبقى فيه كتير جدا من الاخبار اللي بتتوتر هنا او هناك، وخصوصا طبعا مع النشاط الكبير النهارده. لو جيت تعد يعني انا يمكن من سنه او من سنتين فاتوا لو اتكلمت على الصفحات اللي بتشتغل على اسم النادي الاهلي على الفيسبوك على تويتر على انستجرام كان عددها الى حد ما يعني محدود، لكن النهارده لما تيجي تبص على الناس اللي بتتكلم او اللي مخصصه قنواتها او صفحاتها او الاكونتس بتاعتها على السوشيال ميديا عموما عشان تتناول اخبار الاهلي العدد يعني اصبح غير طبيعي، وبالتالي كل الناس دي بتحاول تتسابق على انها تاخد خبر هنا او سبق هنا. انتوا عارفين طبعا شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي ايه، ولو احنا النهارده بنتكلم على عدد الاسماء اللي اتقالت انها تلعب في الاهلي الموسم الجديد او صفقات المحترفين الاجانب اللي هتلعب في الاهلي الموسم الجديد، انا ممكن اقول لك على 30 او 40 اسم بره المدير الفني. انا بكلمك على لعيبه جايه النادي الاهلي من كولومبيا سمعنا، من الخليج سمعنا، من البرازيل سمعنا، من افريقيا ومن اوروبا، كم كبير جدا من الاخبار اللي ترددت عن قدوم لاعبين اجانب للعب في مصر. لكن الحقيقه كون انه في لاعب برازيلي بدايه، يعني سيبك من قصه بوليفار وانه بطل الدوري البوليفي وان احنا يمكن ما نعرفش كتير عن الدوري البوليفي قوي، لكن في النهايه انت بتتكلم على فريق بطل واللعيب يمكن يكون النجم الاول او النجم او واحد من نسيج من اهم النجوم اللي موجوده في بيلعبوا في بوليفار البوليفي، وبالتالي انتقاله للنادي الاهلي كان معاه صخب كبير كده. برونو سافيو بدايته مع الاهلي مبشره، محدش يقدر ينكر انه واضح انه اللعيب طبعا
لاعب برازيلي عنده الاساسيات في كره القدم في منتهى يعني الروعه، بيجيد السلام والتسلم، مهاري متحرك، يجيد تحرك جدا بين الخطوط. لكن انا شايف ان برونو سافيو ما قدمش يمكن اكتر من 50% لغايه دلوقتي، وراهن على انه هيكون واحد من انجح الصفقات اللي حصلت في الدوري المصري يمكن في العشر سنين الاخيره. ينقصه بس التأقلم يمكن، ودي وجهة نظري الشخصية، وارد جدا تحصل في مباراة الزمالك. يعني أشوف أنه برونو سافيو، لأنه تابعته وذاكرته بشكل كبير جدا، الإمكانيات بتاعته بتبقى واضحة جدا لما بيلعب على الأطراف، بيلعب في مركز الجناح. وارد جدا مستر مارسيل كولر وهو بيلعب فكرة التجارب دي وبيحاول يكتشف القماشة اللي معاه أنه يوظفه في مركز الجناح سواء يمين أو شمال. وأعتقد أنه التوظيف ده هيظهر بشكل اكبر امكانيات برونو سافيو، وخصوصا انك بتدور على لعيبه دايما عندها الحلول. يعني في على الرغم من انه نتائجنا والقابنا وبطولاتنا في السنوات الاخيره اكثر من رائعه، لكن ما تقدرش تنكر انك دايما كان عندك مشكله في القدرات الهجوميه، كان عندك دايما فكره القصور في حته ال1 تو 1، فكره اللعيب اللي عنده الحلول يقدر يوصلك للجول ويقدر يخترق ويقدر يتجاوز خط الدفاع ويقدر يسجل في نفس الوقت. انا بشوف ان برونو سافيو هيكون واحد من اهم الحلول دي. طب رجع لنا سينيور خورخي دي سولار مره ثانيه برحب بيك، والكلام كان على فكره انه ازاي تعاملتوا مع فكره تخلي على واحد من اهم لاعبين في فريق بوليفار، وهل قمتم بتعويض رحيل برونو سافيو عن الفريق ولا لا؟ الأمر لم يكن سهلا، القرار لم يكن سهلا بالنسبة لنا، لأن برونو سافيو كان لاعب مهم وكنا في خضم البطولة في شهر يونيو، وسوق الانتقالات في بوليفيا بالنسبة لانتداب لاعبين كان قد أغلق، ولكننا فكرنا في نفس الوقت في مستقبل اللاعب والفرصة الكبيرة في مسيرته التي أتت له واللاعب في مصر. ولهذا كانت فكرتنا هي السماح بالرحيل للاعب رغم المشاكل التي كنا نعرف أننا سنواجهها، لأن الفريق كان قد تكون بالفعل واللاعب كان قد انسجم مع زملائه، ولكن هو لاعب كبير وبالطبع الخبرة التي سيكتسبها مهمة جدا بالنسبة له. الأمر لم يكن سهلا بالنسبة له. هل تلقيتم في نفس التوقيت ده في وقت المفاوضات بين الأهلي وبوليفار أي عروض كانت مهتمة بإتمام صفقة برونو سافيو؟ كان لدينا بعض العروض، كانت هناك إمكانية للرحيل اللاعب ومهاجم آخر في الفريق، ولكننا كنا نفكر في أنه يمكننا فقط السماح للاعب واحد فقط بالرحيل، على الرغم من أن القرار كان مكلف للغاية بالنسبة للنادي، ولكننا سمحنا له في النهاية بالرحيل. قرار أو يعني اختياركم للنادي الأهلي أو قرار إتمام الصفقة مع النادي الأهلي بنسبة كام في المية كانت إرادة النادي، نادي بوليفار نفسه، وبنسبة كام في المية كان إرادة برونو سافيو؟ النادي الأهلي هو نادي مهم في أفريقيا وفي مصر، وبالنسبة لنا أن نتلقى عرضا مهما منه، فالمصلحة والأهمية بالنسبة للعرض كانت للطرفين، للنادي وللاعب. أردنا أن العرض كان ماديا، من الناحية المادية كان جيدا، وهذه هي كرة القدم، كان علينا أن نقبل العرض لأننا نفكر في المستقبل وكيفية تعويض برونو بلاعب آخر من نفس المستوى، ونحن واثقون من أنه سيستطيع أن يبرز مهاراته في الدوري المصري. في الفترة اللي قضاها برونو سافيو يعني وقته في فريق بوليفار، إيه هي أهم إسهاماته؟ إيه أكتر حاجة بتميزه؟ أهم مركز تألق فيه؟ وإيه الإضافة اللي مثلها لفريق بوليفار؟ برونو كان يلعب معنا كمهاجم ثاني على الجانب الأيمن. هو لاعب مهم يمتلك الكثير من المهارات، ولاعب مهم للغاية، يستطيع أن يتحكم في الكرة ويدخل إلى منطقة المنافسين. هو لاعب متكامل
ويستطيع اللعب كمهاجم ثاني وهو هداف من الدرجة الأولى. إزاي ممكن توصف عملية التفاوض اللي تمت بينك وبين النادي الأهلي؟ أول تعامل أعتقد ليكم خارج أو في قارة أفريقيا، طباعتك عن طريقة التفاوض على التعامل مع إدارة النادي الأهلي، كان في عقبات ولا تم إبرام الاتفاق واتفاق على البنود الخاصة بإتمام الصفقة بسهولة بين الطرفين؟ لا، الأمر لم يكن سهلا، المفاوضات كانت طويلة. في المرة هي المرة الأولى التي فعلا نتعامل معها مع فريق من مصر، كان لنا تعامل قبل ذلك مع فريق ماميلودي سانداونز من جنوب أفريقيا. الأمور لم تكن سهلة لأن القرار لم يكن سهلا، لأنه لاعب مهم بطبيعة الحال، ولكن بطبيعة الحال الأهلي كفريق مهم في أفريقيا ويمتلك المقومات الكبيرة ماديا وجماهيريا، فكان بالنسبة لنا من المهم أن يخطو اللاعب مثل هذه الخطوة في مستقبله. خورخي دي سولار طبعا رئيس تنفيذي لنادي بوليفار، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك وعلى وقتك، وكل التوفيق لنادي بوليفار. الحقيقة أعتقد يمكن زي ما قلت لكم نجاح الأهلي في إتمام الصفقة مع نادي بوليفار البوليفي تعتبر واحدة من أهم الصفقات، ويمكن تكون أهم صفقة انتظرها جماهير النادي الأهلي الموسم الحالي. نتمنى أنه يقدر، ويمكن زي ما الراجل كان بيتكلم معنا دلوقتي واضح أنه الراجل يعني برونو سافيو، هنا الكلام على برونو سافيو أنه بيتألق بشكل كبير جدا على الأطراف، زي ما كنت بقول لحضراتكم متابعتي لفيديوهاته ومشواره مع بوليفار بتقول أنه على الأطراف برونو سافيو في منتهى الخطورة. ونشوف طبعا أو ننتظر مارسيل كولر إزاي هيستفيد من لاعب بحجم برونو سافيو، وازاي ممكن يوظفه بالشكل اللي يخدم مصلحه الفريق في الفتره اللي جايه. فاصل ونرجع لحضراتكم.